كل الشكر والتقدير لزميلة أمل الرئيسي على هذا التقرير الجميل والمميز. واللقطات اليوم يعني تتكلم عن هذا التقرير وجهود إمارة الشارقة الواضحة دائما في دعم الثقافة ودعم المثقفين وإقامة دائما الفعاليات الثقافية الجميلة. نحتفي اليوم مشاهدينا بنسخة مميزة من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق أمس تحت رعاية وحضور من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. طبعا وفعاليات جميلة راح نعيشها بإذن تعالى هذا العام في هذا المعرض بمشاركات كبيرة مشاهدينا من طبعا كذلك مؤسسات معنية بالثقافة والعلم في إمارة الشارقة. مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف الآن سعادة محمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم ليحدثنا أكثر عن مشاركتهم. صباح الخير سعادتك، حياك الله معنا في هذا المعرض وفي برنامج صباح الشارقة. صباح النور، جزاكم الله خير، واستضافة مفعمة بالنشاط بين الكتب، فعلا صباح جميل. الله يسلمك سعادتك. لو نتحدث قليلا عن مشاركة مجلس الشارقة للتعليم في هذا الحدث الثقافي والتعليمي كذلك. مجلس الشارقة للتعليم حريص جدا على المشاركة في هذا المحفل الثقافي، بحيث سنويا نحن في عملية تخطيطنا لمبادراتنا التربوية وفعالياتنا نضع تاريخ إقامة معرض الشارقة الدولي للكتاب وناخذه بعين الاعتبار بحيث يكون مستهدف، لأن في النهاية نحن بمشاركتنا بهذا المعرض نحقق مجموعة من الأهداف اللي نحن نسعى لها. فوجودنا في هالمعرض بين أخواننا باقي الدوائر جدا مهم بالنسبة لنا. أستاذ خبرنا أكثر عن جناحكم ومشاركتكم في هذا المعرض والإصدارات الخاصة فيكم. مشاركتنا دائما نحن نكون حريصين كمجلس الشارقة للتعليم أن نضيف شيء جديد على جناحنا. هذه السنة جناحنا كانت فيه إضافة جدا راقية. نحن نحرص أن أبنائنا الطلبة يكون لهم دور في جناحنا، بحيث هناك إصدارات خاصة تصدر من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي اللي هي إدارة من إدارات مجلس الشارقة للتعليم. هذه الإصدارات تكون من تأليف الطلبة الفائزين بجائزة الشارقة. فنحن هالسنة بنستعرض أو بنعرض ثلاث إصدارات من أقلام طلابنا الفائزين بجائزة الشارقة. وأيضا هذه السنة نحن راح نعرض النسخة التجريبية من منهاج العلم نور، وهذا المنهاج مخصص لكبار السن، فالنسخة التجريبية إن شاء الله راح تستعرض. بالإضافة سنويا نضيف إصدار بحثي من البحوث الفائزة في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي. وأيضا نحن نستهدف في هذا المعرض أن هذا المعرض تكون عبارة عن منصة من خلالها نعرض الفعاليات والمبادرات القادمة لنا. جميل، ذكرت نقطة جدا مهمة سعادتك، أن اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب هو ملتقى مفتوح للجميع، للكبار للصغار، للالتقاء بالمسؤولين في القطاع التعليمي لطرح مبادرات جديدة. اليوم أهمية كذلك تواجد دول أخرى مشاركة وأهمية الاطلاع على الثقافات الأخرى، لأن نحن في دولة الإمارات ما شاء الله مزيج متماسك ومتجانس من الثقافات المشتركة يسودها الاحترام ويسودها المحبة والتسامح. نتحدث عن أهمية المعرض كونه ملتقى لاجتماع الخبرات أو تجمع الخبرات في قطاع الثقافة والعلم والتعليم. نحن حرصنا بالمشاركة في هذا المعرض انطلق من هذا المضمون، أن بالفعل مشاركة في هذا المعرض يضيف لنا خبرات. نحن في هذا المعرض نتعرف على أفضل الممارسات في مجال الإصدارات التربوية. في هذا المعرض نجتمع مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين اللي بالفعل في لقاءاتنا معهم تنبثق منها مبادرات جديدة وأفكار إبداعية جديدة. أيضا بمشاركتنا بهذا المعرض هناك فرصة أن نطلع ونكون على اطلاع دائم بمصادر التعلم اللي تنتج في دول أخرى. فهذه الأهداف الحقيقية اللي نحن نستفيد منها لما نجتمع في هذا الملتقى العالمي للكتاب.
سعادة الأستاذ محمد، نحن نعرف أن الطالب يقضي وقت كبير ما بين الدراسة، كيف تحرصون أن الطالب اليوم يقدر يوازن ما بين دراسته وأيضا الاطلاع والقراءة والحرص أن القراءة تكون جزء أساسي من يوم الطالب؟ جميل. نحن دائما كتربويين نحصر أو نركز أن عملية ممارسة الدراسة لا تكون داخل الغرفة الصفية، فهذا يعتبر وجود الطلبة أو حضورهم في هذا المعرض هذا تعلم خارج الصف، مجال كبير أن ينتقي المصادر المرغوبة له، وقد على سبيل المثال قد يأخذ درس بعنوان معين وهذا الدرس محصور أمامه بكتاب. حالياً التطور العلمي والتكنولوجيا أن الفضاء الإنترنت مفتوح، ولكن جميل أن يأتي إلى هذا المحفل ويختار العناوين المتعلقة بهذا الدرس، والجميل أيضاً أن اختياره يكون ذاتي، ما يكون موجه من قبل معلم أو من قبل أفراد آخرين. فنحن يهمنا أن تواجد الطلاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا جزء مهم من عملية تعليم خارج غرفة الصفية. جميل. سعادتك، في فكرة جميلة ونقطة جميلة دائما أتحدث عنها في كل عام، أن اليوم الطفل صار مشارك في عملية الإصدارات، واليوم الكثير من الكتاب هم صغار، سواء كان بكتاباتهم أو حتى برسوماتهم اللي تكون دائما مرفقة مع الكتب. فأهمية اليوم المجلس في اكتشاف المواهب من الأطفال ومن المراحل السنية من المدارس ودعمهم من اليوم وإشراكهم في إثراء الساحة الثقافية والأدبية بإصداراتهم المختلفة. أغلب مبادرات مجلس الشارقة للتعليم الهدف الخفي لها يكون هو اكتشاف هذه المواهب وأخذ بأيديها إلى العالمية أو المحلية، والدليل إصدارات جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، هاي مثل ما اتفقنا أن هاي إصدارات طلابية بحتة، جبنا لهم دور نشر، جلسوا معاهم، عطوهم أساسيات كتاب الكتب، وطبعنا هالكتب ووزعنا هذا الكتب وتعممنا هذه الإصدارات على جميع مدارس الدولة. بخلاف ذلك أيضا نحن مجلس الشارقة للتعليم نأخذ بأيدي الطلبة الموهوبين بمجرد اكتشافهم، أن دورنا الرئيسي أن نحن نوجههم لباقي المؤسسات الشارقة، حافلة بمؤسسات داعمة للطلاب داعمة للموهوبين. فإذا في مجال معين ما له استمرارية في مجلس الشارقة للتعليم نحن نأخذه ونوجهه لباقي أو لزملائنا من المؤسسات المحلية، بحيث تستكمل هذه الموهبة ويستكمل العمل على تطوير وإبراز هذه الموهبة. أنا صراحة سعد أستاذ محمد سعيد جدا أن الطلاب يعني وجود إصداراتهم في معرض مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب سيشجعهم ويحفزهم أكثر أنهم يستمرون يكتبون، خصوصا أن ذكرت أن هذه الموهبة وهذا النوع من الكتابة يكون بدعم وإشراف من قبلكم، فهذا يعني أن أدوات الكتابة في هذا العمر تعطى أيضا للطفل حتى يكون إصداره جيد ومناسب لعمره. نقطة ثانية أستاذ يعني أحب يعني تشاركنا رأيك فيها، اليوم احنا نعرف ان المدرسه او وجود الطالب في المدرسه مهم، لكن ايضا دور الاهل ووجوده في الاسره والمنزل ايضا مهم، كيف تحرصون ان الطفل ايضا لما يخلص من المدرسه ويرجع البيت تكون القراءه جزء او سلوك من ممارساته اليوميه؟ جيل الجديد، اولا خلينا نتفق على عملية القراءة، أنا من الناس اللي يستمتع بالقراءة الورقية أكثر من الإلكترونية، ولكن الجيل الجديد عكسنا، يمكن يستهدفون القراءة الإلكترونية والقراءة السريعة. عامل الوقت أصبح عندهم جدا مهم، أن نحن ما عندنا الوقت الكافي لقراءة، ولكن في نماذج ممتازة من أطفالنا وأبنائنا أن بالفعل خذت عندهم موهبة القراءة، ولكن نحن دائما كمجلس الشارقة للتعليم نركز على المجموعة الأكبر. فنحن بدينا بعض المبادرات البسيطة أن نستهدف أبنائنا الطلبة في قراءات بسيطة، بحيث نفعل مواقع التواصل الاجتماعي عندنا أن نعرض بعض المقتطفات من الكتب، نعرض بعض المقتطفات القرائية اللي قد هذه عبارة تكون عوامل محفزة تحفز أبنائنا الطلبة أن أوكي أنا قريت عبارة جدا مهمة أو جدا أثرت فيني، أوكي أبغي أستكمل عن هاي العبارة.
بهاي الطريقة قد يندمج ويقرأ وي... أي المعرض ينتقل الكتاب اللي أخذت منها هاي العبارة ويلقنها. غير ذلك نحن إن شاء الله هذه السنة بنفعل مبادرة أخرى عندنا في الحضانات الحكومية، أن بنوجه إدارات الحضانات الحكومية أن بالفعل أن يوجهون أولياء أمورهم أن كمسابقة يأخذون أبنائهم وأطفالهم لمعرض الشارقة للكتاب وينتقون مجموعة من القصص ويبونها، وهاي القصص مع المعلمة هم يقرونها. بهاي الطريقة نحن بنحقق أسلوبين أو جزئين، أن الجزء الأول أن الطفل بيجي مع كتاب وراح يقرأ هذا الكتاب بمعاونة المعلمة، والجزء الأهم اللي كنا مستهدفين أنه يصاحب ولي أمره ويحضر المعرض. جميل، هاي فكرة جدا رائعة اليوم، ونحن دائما كذلك كل سنة يعني نسلط الضوء على مسألة أهمية أن نحن نصطحب أطفالنا وأخواننا الصغار في هذا المعرض للتزود بالعلم والثقافة من خلال الكتب، ويعني ونحن بالفعل دائما ملمس طعم القراءة عن طريق الكتب شعور آخر صراحة جميل. ولكن أكيد لابد أن نحن نجاري اليوم العالم الرقمي من خلال طرح الكتب الإلكترونية اللي قاعد كذلك تلاقي رواج كبير من خلال يعني خلال هذه الأيام. ولكن وجود اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب بثقله الكبير من أهم المعارض على مستوى العالم كذلك يعطي شعور بالأريحية، وهذه اللقطات اللي نشاهدها والأرقام أرقام الزوار الكبير كل عام يبشر بإذن تعالى بجيل واعي ومثقف من خلال طبعا هذه المشاهد اللي نشوفها اليوم. كذلك الشراكة ما بينكم وما بين هيئة الشارقة للكتاب شراكة كبيرة ممتدة، نتحدث عن هذه الشراكة وكيف اليوم تساعد أيضا الكتب اللي موجودة مثلا في اختيارها، دعم المناهج سواء كانت كتب علمية أو كتب تختص في المناهج الغير رسمية أو في المسارات الأخرى. شراكتنا مع هيئة الشارقة للكتاب شراكة راقية وجيدة، من خلالها نحن ما ننسى أن نحن مجلس الشارقة للتعليم لدينا مجموعة كبيرة من الحضانات، وهذه الحضانات لها دورين، دور رعاية ودور تعليمي. الدور التعليمي هنا يدخلون معنا الأخوان أهل التخصص في الكتاب والمصادر، أن نحن سنويا نضيف لحضاناتنا مجموعة من مصادر التعلم، وهذه المصادر التعلم عبارة عن ألعاب وكتب وقصص نستهدف فيها أطفالنا في الحضانات الحكومية، وهنا تبدأ الشراكة الأساسية مع هيئة الشارقة للكتاب. تمام، طبعا احنا سعيدين جدا بلقائك، عرفنا اكثر على جناحكم ومشاركاتكم هذا العام. انا اجدد اعجابي بما فعلتوه مع الاطفال في نشر كتبهم وتشجيعهم على الكتابه والاشراف على انهم يصدرون نوع من الكتب او مشاركه يعني في هذا المعرض، تعطيهم يمكن دافع كبير انهم يستمرون ويتعلمون في مجال الكتابه. نشكر سعاده الاستاذ محمد احمد الملا امين عام مجلس الشارقه للتعليم، يعطيكم الصحه والعافيه وكل التوفيق في جناحكم. شكرا جزيلا لك، الله يسلمك.